يعني كرم بو شو تيجي خراب؟ أرى والله خرابي كابو غي نايو. أي باش داتي كي باش. هذه المزارع المباركة الطيبة احنا هم نستفاد وهم ان شاء الله نفيد اخواننا الشعب الكردي ايضا في هذه المزارع نوفر لهم هم لقمة العيش. احنا قاعدين في مخيم تازة دي وانا عندي ثلاث عوائل، كل عائلة قاعدة بكرفاناتها ومستقلة وحدها وعائلتها وحدها واكلها وحدها وشربها وحدها ومرتاعين الحمد لله، لا توجد اي ضغوطات اتجاهنا من قبل اي جهه والحمد لله، احترام واجب بيننا وكنا تحت القانون احنا واخواننا الكرد ان شاء الله سواسيه في تحت العلم الكردي وتحت القانون ان شاء الله. والله هاي الزراعة كردستان كرديات يعني هم يجون ويساعدون. أنا بنتي انطيتها للكردي، زوجتها للكردي وخلفت صغير بيبي صغير واحنا وياهم اخوه ولا كعان، هسه هم صاروا الكراد هم يعني احنا وياهم نسابه نقول شلون خزن يعني خزن كبير، بس الصغيره الى تمرض يعني من مصرفنا هذا مال البيت نطلع ونوديه، لازم نوديه قرميان، قرميان مستشفى قرميان نوديه ونعالجه مرتاحين الحمد لله وشكر. لا والله ماكو ما شو اوكي